والله خبر يعني اثلج الصدور شويه شويه، مش عشان ايه اللي اتقال فيه. الخبر بيقول ايه الاول؟ بس اتحاد الكوره لا صحه لما تردد حول تحديد هويه المدير الفني للمنتخب. واحد هيقوم يصلي ركعتين شكر لله، والله العظيم ثلاثه بعد الحلقه هصلي ركعتين شكر لله ان في حد طلع ورد علينا من اتحاد الكوره. يعني استاذ اسامه اسماعيل مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي حاليا باسم الاتحاد قال إنه لا صحة. وأستاذ أسامة ده من الناس المحترمة جدا، أستاذ أسامة إسماعيل من الناس المحترمة جدا جدا جدا. يا أستاذ أسامة من فضلك ومن الصحفيين الكبار جدا، أنا تشرفت إن أنا اشتغلت معاه فترات طويلة الحقيقة. أستاذ أسامة من فضلك الناس محتاجة تعرف إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. كون حضرتك تطلع بمثل هذا التصريح شيء رائع، أنا بشكرك عليه جدا جدا. ولكن محتاجين نعرف بقية الأمور هتمشي إزاي. محتاجين نعرف بقية الأمور هتمشي إزاي. قال أيضا إن الحديث عن تشكيل لجان لاختيار الجهاز الفني لا أساس له من الصحة، وأوضح أن